من زمان ما سجلت صوتي، كنت متعودة أسجل كل اللي يصير في يومي، أفكاري، مشاعري، اللي أحبه واللي ما أحبه، رأيي في الناس اللي عايشة معاهم واللي أختلط فيهم. ما أعرف شو أقول، أنا ندمانة على اللي صار، غلط، وثقت في واحد شاب من قدي، ظنيته يحبني، سلمت نفسي، لكنه خانني، هجرني، يوم درى اني حامل انكر وادعى انه مو مسؤول، خلاني اواجه المشكلة بروحي، شردت من البيت وقعدت عند صديقتي، والغلط يجر الغلط، قدرت اتخلص من اللي في بطني بس ما قدرت اتخلص من كلام الناس، من نظرة الناس، اللي دروا باللي صار تبروا مني، وأنا بدوري كنت أظن إني أقدر أستغني عنهم وأعيش حياتي بدونهم بس ما قدرت. حسيت نفسي محتاجة لهم أكثر من قبل، أمس رجعت البيت قلت لهم أنا جاية أحتمي بكم، برا ما حسيت بالأمان ولا راحة البال، على طول خايفة، هلا هلا، اقدر ادخل؟ طبعا حياك. ايش هالادب اللي هل عليك مره واحده؟ ما خبروا فيك هالقد مؤدب؟ كل واحد تغير اختي، مو كأنك صاير جاد اكثر من اللازم؟ أخوي الشقي المرح اللي ما يوزع المقالب مرة واحدة يصير جاد؟ قولي إيش فيك؟ ما فيني شيء.
عندك مشكلة وتبيني أحلها لك؟ لا أي مشكلة الله يهداك. عيل ليش مشرفني بهالزيارة؟ ممنوع أشوف أختي؟ لا طبعاً مو بممنوع. إيه لحظة شوي. يبا يبا انت سامحتني؟ يبا اللي صار غصبا عني مو بكيفي. انا ما انكر اني غلط، نسيتكم ندمانة، طلبت منكم تسامحوني. يبا ليش ما تكلمني؟ يبا هاوشني، طقني، انا استاهل، بس لا تسكت عني. من رجعت وانت ولا مرة طالعتني؟ ما استاهل منك ولا نظرة واحدة؟ يمه اخوي ايش فيه؟ ما في شيء. مو كنا متغير؟ شلون متغير؟ احس انه حزين، في شيء في داخله وخاشه مو راضي يطلعه. يتراوالك حتى انتي متغيره. تراوالك